ثم ماذا قال؟ واذكروا الله كثيرا. ذكر الله يجب أن يكون على لسان كل مؤمن دائما. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن شرائع الإسلام كثرت عليه فأخبرني بأمر ألتزمه، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. والله أمر بذكره في كل مكان، خاصة في القتال، أن المسلم يذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال لعلكم تفلحون، أي لعله أن يكون الفلاح، ومع مفهومه أنه لا يكون الفلاح إلا هنا مع ذكر الله تبارك وتعالى. ولم يقل اذكروا الله، وإنما قال اذكروا الله كثيراً.